بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنستكمل الانبعاثات الغازية وهنتكلم على عنصر آخر اللي هو السموك. السموك اللي هو الدخان. الدخان اللي بينبعث نتيجة أي عملية حرق عندنا ده من الآثار له من الآثار السلبية على البيئة كثير، وزي ما هنتكلم على إن شاء الله في المحاضرة بتاعة الأدفرس إمباكت هنشوف تأثيرات مثل هذه الانبعاثات. طب ايه هي العوامل التي تؤثر على السموك فورميشن؟ اول حاجه الايفكت اوف دروبليت سايد اللي هو تاثير النقاط بتاعه حجم نقاط الوقود على السموك فورميشن. البيرنر ديزاين اللي هو تصميم المحرقه نفسها. اللوكال اير فيول ريشيو، تاثير التيربلانس على السموك وتاثير البريشر على تكون السموك. يبقى دي العوامل هنتكلم عليها في عملية الدخان. أول حاجة السموك is caused by production of finally divided soot particle in fuel rich region of the flame. لو احنا بصينا للمحرقة عندنا، أنا عندي هذا الفيول سبراي، هنا المنطقة دي هي المنطقة الرئيسية لتكون السوت وبالتالي تكون الدخان. يبقى المين سوت فورميشن زون combined high temperature with high fuel concentrations at low oxygen content. طبعا السوت والدخان مرتبطين ببعض، يبقى the main soot forming region lie inside fuel زي ما احنا قلنا في الشكل اللي موجود قدامنا. Soot produced in primary zone is consumed in high temperature region. انا عندي في مناطق الحرق عندي الكومباستورز او المحرقه بيكون في منطقتين منفصلين عن بعض، البرايمري زون، يبقى البرايمري زون which governs the rate of soot formation، وبعدين الانترميتد زون which determine the rate of soot consumption. يبقى في منطقه بيتكون فيها السوت وفي منطقه بيحصل فيها عمليه استهلاك لهذا السوت. طيب لما نيجي نشوف تأثير الفيل تايب على السموك فورميشن، يبقى الانفلونس اوف سموك ان تو ويز باي انديوسينج ذا فورميشن اوف لوكال فيول ريشيو ريجن باي اكزيرتينج فاريبل ريزيستنس تو كاربون فورميشن. يبقى انا عندي الفيول بيأثر من ناحيه انه نسب الفيول ريشيو، المناطق اللي فيها الفيول ريشيو والمناطق اللي فيها اللي بتسبب مقاومة لتكون الكربون. الهيدروجين من الحاجات المهمة جدا is important in parameters for smoke formation كما في الشكل اللي موجود قدامنا. ده بيديني تأثير الهيدروجين على السموك عند سرعة دوران لمحرك كتجربة 800 RPM وكمبريشن ريشيو 23 إلى 1 وانجكشن ادفنس 13 ديجري من البي تي دي سنتر البوتوم ديد سنتر. فبنلاقي ان احنا عندنا حسب تكون الهيدروجين بيأثر تماما على كمية السموك اللي موجودة عندنا. كذلك من الحاجات اللي بتأثر ايضا على تكون السموك اللي هو الدروبليت سايز. انا عندي لما اجي ابص الدروبليت سايز بالنسبة للوقود بيبقى في عندي جروس دروب وفي عندي فاين دروب. لما نلاقي الافكت اوف مين دروب سايز اون سموك از افكتد باي دروبليت ايفابوريتس. Droplet receives heat from combustion gases. لما نبص الفاين دروبلت evaporate at low temperature decreasing soot formation. For large droplet diameter اللي هي الأحجام الكبيرة promoting the formation of smoke and soot. يبقى أنا عندي هنا تأثير حجم الفاين أو اللارج بيختلف من ناحية تكون السوت ومن ناحية تكون الدخان. لما نيجي نشوف شكل البيرنر ديزاين بلاقي ان التاثير البريشر الادفرس بريشر افكت انكريز از تو ريديوس كون انجل فاول سبراي. شكل الكون انجل ومدى اتساعها ودقه بيأثر على تكون السموك. ان انكريز ان بريشر دروب انكريز سموك فورميشن. يبقى لو عندي بيحصل زيادة في البريشر دروب في غرفة المحرقة أو في غرفة الاحتراق بيؤدي إلى زيادة الدخان.
an increase in air fuel ratio improve reactions of the combustion process and decrease the smoke formation. يعني لو عندي الاير زاد هيؤدي لعملية التهوية، هيؤدي إلى تقليل نسبة الدخان. Decrease fuel flow through the pressure atomizer, reduce atomization quality and raise soot and smoke. يبقى عملية إن أنا لو البريشر بتاع الاتومايزر قل، هيقل إلى إن الكواليتي بتاعة الاتومايزيشن، جودة التزرير بتاع الجزيئات بتقل، وبالتالي هيرفع نسب السوت ونسب السموك الموجودة عندي بعد النزل. Increasing air fuel ratio leads to decrease the smoke. Eliminating local fuel pocket reduces the smoke. نعمية إزالة المناطق المواضع المحلية الغنية يؤدي إلى تقليل السموك. Injecting more air into primary zone useful to decreasing smoke. زي ما قلنا إن زيادة نسبة الهواء هتؤدي إلى تقليل نسب السموك. Soot formation is a result of local fuel rich combustion. طبعا قلنا soot formation لما يكون عندي الوقود غني. Smoke decrease with the mean drop size decrease. يبقى كل لما بيقل القطر بتاع الدروب بيقل معانا السموك. Reduced spray penetration increase the smoke. عملية السبراي بتاعتنا لما بتقل بيزداد السموك عندنا، بيزداد معدل تكون الدخان عندنا. طيب تأثير التربلنس على السموك. Improving air fuel mixing process is used to reducing soot and smoke formation. لو أنا استخدمت هواء زيادة. The smoke is reduced when operating at higher air additional through fuel injector and air swirl. يبقى انا عندي السموك بيقل، دخان بيقل لما يكون عندي ظروف تشغيل زي ما قلنا في هواء مضاف اكتر زي ما اتكلمنا قبل كده. التربلنس increase turbulence intensity improve combustion quality and reduce smoke. يبقى زيادة التربلنس في غرف الاحتراق بيؤدي الى تقليل تكون الدخان وتكون الهباب. زي ما قلنا تأثير البريشر اتكلمنا عليه قبل كده. At high injection pressure smoke increase due to fuel tend to concentrate in soot forming region just downstream of the fuel nozzle. Problem of smoke are always at high pressure due to. ليه بيتكون السموك عند الهاي بريشر؟ بيبقى نتيجة حاجتين. Some derive from chemical effect، بعض التأثيرات الكيميائية، والphysical factors that affect spray characteristic. Increased pressure accelerates chemical reaction rate, so combustion is initiated earlier and large portions of fuel is burned in the fuel rich region adjacent to spray which increases soot and smoke formation. يبقى احنا بنقول زيادة البريشر بيؤدي إلى تعجيل التفاعلات الكيميائية، وبيؤدي الى انه عندنا يزداد عندنا تكون السوت والسموك. Increasing injection pressure reduces spray penetration and spray cone angle which increases smoke formation. نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، ولاحظنا انه كل هذه العناصر هي اللي بتأثر على تكون السموك، ولقينا انه في ترابط بين السموك والسوت. اذا رجعنا الى المين جازيوس افكتس بنلاقي انه في عوامل رئيسيه بتؤثر في معظم هذه العناصر، زي الفليم تمبريتشر، ده اهم العناصر اللي موجوده عندنا بتاثر، زي الايكوفالنس ريشيو، زي الريزن تايم. دي كلها من عوامل مهمه جدا جدا في زيادة أو تقليل الانبعاثات الغازية، ولذلك زي ما هنشوف إن شاء الله في الجزء بتاع الكنترول عشان أتحكم في هذه الانبعاثات، إنه هذه العوامل اللي إحنا درسناها هيكون لها تأثير في الديزاينز والتصميمات لمثل هذه الأجهزة. وشكرا، نلقاكم في المحاضرة القادمة.